أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان استهداف قاعدة زيلكان العسكرية التركية في محافظة نينوى شمال العراق. المديرية أوضحت بأن القاعدة استهدفت بثمانية صواريخ، وأضافت بأن صاروخين سقطا داخل القاعدة، فيما سقطت البقية الأخرى في محيطها من دون وقوع خسائر بشرية. وعن هذا الهجوم يلتحق بنا من بغداد مراسل الشرق إدريس زواد. إدريس أهلا وسهلا بك، ماذا في تفاصيل هذه الهجمات أو هذا الهجوم؟ صباح الخير هاني. بالفعل في قرابة الساعة 8 صباحا بتوقيت العراق قصفت قاعدة أزليكان التي تقع في ناحية باشيكو، والتي هي قريبة من جبل بعشيقة في محافظة نينوى، والتي استوطن فيها الأتراك منذ فترة طويلة، وهي تعد أكبر القواعد التركية الموجودة في العراق منذ سنوات. طبعا هذا القصف المؤشر هاني أنه القصف الأول بعد تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للحكومة منذ قرابة 3 أشهر، وهو قبل ذلك كانت تقصف القاعدة بين فترة وأخرى، لكن هذه 3 أشهر الماضية لم تشهد القاعدة أي قصف. هذا أول قصف، 8 صواريخ بحسب البيان الرسمي، لكن شهود العيان أكدوا أن هناك انفجارات كانت عددها تقريبا 12 انفجار، يعني ربما يشير إلى أن عدد الصواريخ أكثر. البيان الرسمي أيضا أكد أنه لا يوجد حالات يعني استهداف لمواطنين أو خسائر بشرية، لكن الخسائر المادية أيضا لم تقدر في داخل هذه القاعدة. هذا بيان يعني جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لكن لم يصدر أي شيء يوضح ما حجم الخسائر في داخل القاعدة من الجانب التركي. ربما الآثار الأولية تشير إلى أن القصف من داخل محافظة نينوى، على اعتبار أن الصواريخ التي استخدمت وهي من نوع جراند 122 بحسب المعلومات الأمنية المتوفرة لغاية الآن، فمن الممكن أن تكون دائرة القصف هي من داخل محافظة نينوى، وهذا سيضع حجم كبير على جهاز مكافحة الإرهاب وعلى الأجهزة الأمنية بملاحقة الجهات التي قامت بهذا القصف. لكن على المستوى السياسي هاني، ربما هذا الموضوع سيعيد خلط الأوراق مع الجانب التركي، على اعتبار أن الآن هناك تفاهمات مع الجانب التركي فيما يخص قضية إطلاق الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات وتقليل حجم السدود الموجودة على النهرين، وبالتالي ربما سيعيد خلط الأوراق وربما سيصدر موقف سياسي من الجانب التركي، على اعتبار أن وجود هذه القاعدة هو مبرر من قبل الجانب التركي لملاحقة حزب العمال الكردستاني. إلى الآن الخارجية في بغداد أيضا لم تصدر توضيح بهذا الشأن أو بيان. نعم. ربما سيصدر خلال الساعات المقبلة يعني على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. شكرا جزيلا لك إدريس، يعني الأوراق عندما تختلط أنت تقدمها لنا بترتيب. شكرا جزيلا لمراسل الشرق في بغداد إدريس جواد. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.